السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. ما الشعر الجاهلي وأين نشأ وما أهميته؟ ما أغراض الشعر في العصر الجاهلي وما خصائصه؟ ما مستويات النقد في العصر الجاهلي وما الضرورة الشعرية؟ سنناقش ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العربي بعنوان الشعر في العصر الجاهلي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان الشعر في العصر الجاهلي. نرحب بضيفنا دائم دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جرسون التركية. حياكم الله أستاذنا. حياكم الله وبياكم. حياك. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة، الدكتور سليمان العميرات، أستاذ الأدب العربي بجامعة قطر. حياكم الله دكتور. حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا. نبدأ منك دكتور حمدي لنعرف المشاهدين بدءا تعريفا بسيطا عن الشعر. ما الشعر وما الفرق بينه وبين النثر، ثم ما الشعر الجاهلي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في الحقيقة الكلام في الأدب قسموه قسمين، شعرا ونثرا. الشعر قالوا هو الكلام الموزون المقفى قصدا الجامع بين العقل والعاطفة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع أوزانا، موزون أوزانا للشعر، 15 بحرا. وقيل الأخفش وضع 16، وقيل وضعه الخليل بن أحمد. تداركوا على الخليل. نعم متدارك. نعم الأخفش بالأكثر، يعني الأخفش الأوسط. الأوسط نعم. سعيد بن مسعدة سمي الخبب أو المتدارك. الخبب أو المتدارك نعم. اللي هو كرة ضربت بصوالجة فتلقفها رجل الرجل. فعل نعم. الموسيقية. فنجد مثلا وسمي بالخبب لأنه بسرعة الخيل. فعل نعم. عفوا دكتور تفضل. نجد مثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء. يعني ولد الهدى متفاعل فالكائنات متفاعل تضياء متفاعل. المقطع ثم تفعيل أو مقطع يعني متفاعل 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 6 مرات. بحر اسمه بحر الكامل. نعم. فعلى هذه الأوزان يكون الشعر. هذا علم يعني العروض الذي وضعه يتبعه خليل. علم اسمه علم العروض. موزون مقفى، لابد أن يكون منتهى البيت في كل أبيات القصيدة تنتهي بحرف بروي أو بقافية واحدة وروي واحد بحركة واحدة في ككل. نعم. كل القصيدة قصدا. قصدا ما معنى قصدا؟ يعني مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه آية قرآنية أو جزء من آية. نعم. لن تنالوا البر، لن تنالوا الفاعلات بر حتى فاعلات تنفق، يعني من بحر الرمل. الرمل نعم. نعم يعني أتى على موزونة وعلى وزن من أوزان الشعر العربي، لكنها ليست مقصودة، لأن الشعر لابد أن يكون موزونا مقفا وأن يكون مقصودا لهذا الأمر. طيب. أما إذا لم يكن مقصودا فلا يكون شعرا. طيب. ولابد أن يجمع بين العقل والعاطفة، إن كان عقلا فقط دون عاطفة يسمى نظما. يعني كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ألفية ابن مالك هذا. نعم. اسمه نظم. نعم. لأنه يخاطب العقل فقط، وإن كان عاطفة فقط دون عقل فهذا لا قيمة له. لابد من الوزن، القافية، يخاطب العقل والعاطفة. بجملة. نعم. مختصرة دكتور. الشعر الجاهلي إذن. طبعا النثر ما يخالف الشعر. يخالف. نعم. نعم. أما الشعر الجاهلي فهو الذي وجد في العصر المسمى بالعصر الجاهلي، وأعطانا فكرة كاملة عن هذا العصر بكل ما فيها، وصف لنا الديار والآثار والأماكن والحروب والأيام وكل شيء.
فأعطانا صورة صادقة عن هذا. وسيستفيض الدكتور يعني سليمان العميرات، نرحب به مجددا. دكتور، ما الشعر الجاهلي إذن ومن أين نشأ؟ في الحقيقة بداية أحب وأود أن أتوقف عند مصطلح الجاهلي والجاهلية. صحيح. بعض الناس من العوام إذا سمع كلمة الجاهلية يظن أنها منسوبة إلى الجهل الذي هو ضد العلم، ولكن في الحقيقة الجاهلية مصطلح إسلامي ورد في القرآن 4 مرات أو هكذا. فهذا المصطلح ليس خاصا بالعرب وحدهم، بل يشير إلى حالة دينية وحضارية وإنسانية منحطة في ذاك الزمن، عندما كان يسود في تلك الحقبة الاستعباد والظلم وغياب الإيمان. لو نظرنا إلى القرآن الكريم يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظر أستاذ، القرآن الكريم عقد موازنة بين حكم الجاهلية وحكم الله تعالى. نعم. هنا يتضح لك معنى الجاهلية. وأيضا مثلا في القرآن الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. معنى الجاهلية الأولى أنا أفهم منه أنه ربما هناك جاهلية ثانية وثالثة ورابعة. المسألة ليست مصطلح تاريخي. ربما بحث. نحن نعيش الآن في جاهلية. نعم. 100%. نعم. يعني أيضا ذكرتني بشيء. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حصل له موقف كان يذكره مرارا طوال حياته. كان دائما يكرم الخدم ويقاسمهم طعامه وشرابه ولباسه، فسئل عن ذلك فحكى قصة، روى قصة حدثت معه. كان له خادم حبشي أسود، حصل بينهما خلاف وتلاسن. طيب. فقال له، دقيقة لو سمحت، قال له أبو ذر: يا ابن السوداء. فاشتكى ذلك الخادم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. علما أنه مسلم وانتهى عهد الجاهلية، هذا الكلام بعد البعثة، ليدل على أنها حالة دينية وحضارية. طيب. أما يعني باختصار، تسمية العصر الجاهلي لها دلالتان: دلالة دينية حضارية ودلالة تاريخية تهمنا نحن مؤرخي الأدب. طيب، باختصار أيضا دكتور، عفوا يعني بنصف دقيقة إن سمحت، كيف نشأ الشعر الجاهلي إذن بملخص؟ يعني باختصار نقول الشعر الجاهلي هو الشعر الذي ظهر في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بحوالي 150 سنة، وهذا الشعر كما ذكر الضيف الكريم وثق حياة العرب وتقاليدهم وألبستهم ومعاركهم وأطعمتهم وعيشتهم البدوية بكل تفاصيلها. ومن أهم شعراء العصر الجاهلي امرؤ القيس، النابغة الذبياني، زهير بن أبي سلمى، عنتر العبسي إلى آخره. أستطيع أن أقول لك باختصار أهم جملة: إن الشعر الجاهلي هو وثيقة تاريخية واجتماعية يستفيد منها علماء الاجتماع الذين يريدون دراسة حياة العرب، يستفيد منها علماء التاريخ، يستفيد منها أصحاب المعاجم في تأصيل الكلمات العربية، يستفيد منها علماء النحو، لأن العصر الجاهلي هو عصر الاحتجاج. لذلك سماه ابن عباس رضي الله عنهما ديوان العرب. سأعود إليك السؤال. عفوا، أيضا تفضل بسرعة. هو عمدة لعلماء التفسير، لذلك ابن عباس كان يعود كثيرا إلى الشعر. نعم. عندما يلتبس عليه شيء من المعاني القرآنية. طيب، سأعود إليك يا دكتور، شكرا. دكتور حمدي، ما أهمية الشعر إذن في العصر الجاهلي؟ الشعر كما ذكر أخونا الفاضل، له الشعر الجاهلي بالذات له أهمية كبيرة في مجالات متعددة. نعم. يعني أولها التفسير، وكما كان ابن عباس رضي الله عنهما يجلس في ظل الكعبة ويفتي الناس ويستشهد على ما يقول بالشعر، ويقول: إذا خفي عليكم الحرف في القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. لذلك في العصر الجاهلي كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر وحكم له الناقد الكبير كالنابغة الذبياني مثلا، كانت القبيلة تقيم الأفراح والليالي الملاح وتأتيها القبائل الأخرى مهنئة لها. لماذا؟ لأن الشاعر في ذاك الزمان يمثل
الإعلام الذاب والحافظ للقبيلة الذب عنها والناشرة لأمجادها وأحسابها و يعني فخر القبيلة لفخر القبيلة أكثر من الإعلام اليوم يعني أكثر من الإعلام أهمية هو نفسه كان إعلاماً نعم. ثم بعد ذلك يترقى الشاعر بعد أن يكون لساناً للقبيلة يصير حكيماً من حكماء القبيلة ويرتضون برأيه ويرجعون إليه. ولذلك كان دريد بن الصمة مع كبر سنه في موضوع الطائف عندما في غزوة الطائف التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أخذوا دريد بن الصمة مع أنه كان كبيراً جداً وأخذوه محمولاً ليستفيدوا من رأيه وحكمته لأنه شاعر. استشهد الرسول الله بكلمة لبيد أيضا. لبيد نعم ألا كل شيء ما خلا الله باطل أصدق كلمة قالها نعم أصدق كلمة قالها لبيد. ثم بعد ذلك بعدما ظهر مجموعة من الأغنياء والأثرياء في القبائل بدأ الشعراء ينحون نحو آخر وهم بدأوا يتكسبون بالشعر ومعروف قصة الأعشى الذي كان يدور على القبائل المختلفة بصناجته أو بصنجه يضرب عليها وينشد شعره ويتكسب بهذا الأمر وغيره الذين كانوا يذهبون إلى القبائل الكبرى والولايات العظمى وأيضا ملوك العرب مثل ملك الحيرة الحيرة والغساسنة يمدحونهم ليأخذوا رفدهم. نعم سأعود إليك يا دكتور حمدي. حقيقة هو موضوع شائق دكتور سليمان، نحاول أن نضبط الوقت يعني بينك وبين دكتور حمدي. ما أغراض الشعر في العصر الجاهلي؟ تفضل دكتور. أستاذ أرى أن أغراض الشعر في العصر الجاهلي لا تختلف عن أغراض الشعر في العصور الأخرى كثيرا، لأن أغراض الشعر هي قديمة قدم الشعر نفسه. ففي العصر الجاهلي وجدنا الغزل والمدح والرثاء والهجاء والوصف وسائر الأغراض الشعرية. فمثلا في الغزل أتذكر قول عنترة العبسي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وأيضا مثلا في باب الفخر والحماسة نتذكر قصيدة نعم أسمعك تفضل الفوم عندما يقول: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. أي فخر هذا يعني. الرحى هي أنت تعرف هي طاحونة القمح، ولكن هو يقصد الجيش، جيش قبيلة تغلب. متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. وهو القائل: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وهو القائل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة. نعم هذا في الفخر مثلا. في المدح مثلا مدح. في المدح مثلا النابغة الذبياني عندما مدح النعمان بن المنذر ماذا يقول؟ كأنك شمس والملوك كواكب. طبعا الكواكب هنا بمعنى النجوم، لأن الشمس عندما تطلع في الصباح تغيب النجوم. كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. نعم. وأيضا عندما مدح ليس فقط المناذرة، عندما مدح ملك الغساسنة انظر إلى ماذا يقول بين العراق والشام. نعم إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. الله. بمعنى أن هذا الجيش حتى النسور والصقور والطيور أصبحت تعرف أن جيش الغساسنة متى ذهب إلى مكان إذن ستكون جثث القتلى كثيرة. يعني صور شعرية في هذه الأغراض. أيضا لدينا مثلا الحكمة. الحكمة مثلا زهير بن أبي سلمة أنت تعرف معلقة زهير كلها حكمة. مثلا يقول: ومن هاب أسباب المنايا ينهو ولو رام أسباب السماء بسلم. أيضا الرثاء لا نستطيع أن ننسى
رثاء الخنساء، وهذا يدل على قيمة المرأة في العصر الجاهلي. ماذا تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر؟ وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. طبعا هنا العلم بمعنى الجبل وليس العلم بمعنى حتى في القرآن الكريم الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. صحيح. حتى اليوم نحن نقول فلان المشهور كأنه علم في رأسه نار. نعم، والأغراض كثيرة الوصف وغيرها. سأعود إليك دكتور قبل الفاصل أيضا. دكتور، ما خصائص، يعني تحدثنا عن الأغراض، فما خصائص الشعر الجاهلي؟ للشعر الجاهلي خصائصه التي تميز بها، سواء أكانت خصائص لفظية أم خصائص معنوية. فمثلا المحافظة على التقاليد الشعرية، المعروف في العصر الجاهلي يأتي الشاعر ويبكي على الأطلال وآثار الديار، ويبكي على المحبوبة، ثم يصف رحلته، ثم ينتقل بعد ذلك إلى موضوعه. يعني مقدمة غزلية أو طللية. غزلية أو طللية، هذه كانت من الأمور التقاليد. يعني نعم، تقاليد يسمى عمود الشعر. العمود الشعر يعني من ناحية الوزن والقافية. نعم. 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 لكن من ناحية الموضوعات، الشكل، من ناحية الشكل يقسمه إلى أكثر من موضوع. لابد أن يبدأ بالبكاء والوصف والغزل. طيب. وإن كان مصنوعا أو مصطنعا. يعني بانت سعاده، وقد أنشدها كعب بن زهير، أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبان السعاد في قلب اليوم متبول كلام، يعني غزل، لكنه غزل مصطنع ليس غزلا حقيقيا. على أن الصنعة اللي هي الشعر اقتضته أن يأتي بها، أن يأتي بهذا الغرض تقليد الذي يعني. تقليد. نعم، ليس يعني غزل عذري، ليس ليس يعني غزلا حسي. نعم. كالغزل الحقيقي ليس. هو غزل مصطنع، هكذا كانت تبدأ القصائد فيبدأون بها. نعم. ثم العناية بالألفاظ. ولذلك نجد من الشعراء في العصر الجاهلي كزهير بن أبي سلمى. نعم. يمكث عاما كاملا ينقح في قصيدته، يهذب فيها، يحذف، يقدم، يؤخر، يضع ألفاظا بدلا من ألفاظ، ولذا سمي بشاعر الحوليات، ويقال خير الشعر الحولي المحكك. نعم. نعم. سأعود إليك دكتور لتكمل الأغراض، ولكن مشاهدينا فنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الجاهلي عروة بن الورد، وهو أمير الصعاليك. عروة بن الورد العبسي أمير الصعاليك، شاعر من عبس من شعراء الجاهلية، وفارس من فرسانها، وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. كان يسرق من الأغنياء ليطعم الفقراء ويحسن إليهم، وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. قال عروة بن الورد: أقلي علي اللوم يا ابنة منذري، ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري، ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها قبل أن لا أملك البيع مشتري. أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة تحت صيري. تجاوب أحجار الكناس وتشتكي إلى كل معروف تراه ومنكري. ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري. فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا، وهل عن ذاك من متأخري؟ وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري. ولله صعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر. وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه،
تشوف أهل الغائب المتنظر، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدري. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع نتحدث عن الشعر الجاهلي. إذن دكتور حمدي، تحدثنا عن خصائص الشعر الجاهلي قبل الفاصل، نكملها باختصار تفضل. نعم، من خصائص الشعر الجاهلي الصدق في المشاعر والشفافية في التعبير. يعني الشاعر الجاهلي كان صادقا في مشاعره، وكان يقول ما في نفسه دون تنميق ودون تزويق، وإنما على سجيته وعلى فطرته. كذلك كان يصف الطبيعة بدقة متناهية، لذا عرفنا أمور الجاهلية أو شبه الجزيرة العربية عرفناها جيدا جغرافيا وطبيعيا كما وصفها شعراؤها، وصفوها وصفا صادقا، وصفا كاملا، وصفا دقيقا. استطاع العلماء أن يكونوا فكرة صادقة عن هذه الجزيرة، كما وصفوا لنا أيامهم، وهي الحروب المعروفة التي كانت كحرب البسوس وداحس والغبراء. نعم، يعني الحروب التي دارت بين القبائل، التي كان كما يقولون استمرت الحرب منهما 40 سنة، وكانت في أمر تافه. هكذا كانت الأمور وكانت العقليات. يعني بجملة أخيرة دكتور، كان هناك إيجاز، روح جماعية. نعم، كان الشاعر الجاهلي يميل إلى الإيجاز ولا يحب الإطناب والفلسفة. كذلك كان يتكلم بصيغة الجماعة، بصورة لأنه يعبر عن القبيلة، لا يتكلم عن نفسه إلا قليلا، وإنما يتكلم عن الجماعة لأنه يمثل القبيلة، فلذا يتكلم عن القبيلة لا يتكلم عن نفسه، فالكلام عن القبيلة يجعله يتكلم بصيغة الجماعة. طيب، نعم. إذن دكتور سليمان، ما المعلقات ومن أصحابها؟ هذا سؤال إن شاء الله نختصره بدقيقة ونصف إن استطعنا، تفضل. أستاذ، المعلقات هي عيون الشعر العربي في العصر الجاهلي، وقد بلغت الذروة الأدبية في زمانها. أما لماذا سميت المعلقات؟ فيقال إنها علقت على جدران الكعبة، وعددها 7 وقيل 10، المسألة فيها خلاف يطول. وشروحها لها شروح، مثلا عندك شرح المعلقات 7 للزوزني، وعندك شرح القصائد 10 الطوال للتبريزي وغيرها. مثلا وأهم الشعراء أو شعراؤها 10 هم امرؤ القيس، طرفة، لبيد، عبيد بن الأبرص، النابغة إلى آخره. ومن أجمل المعلقات التي طبعا أنا حفظت المعلقات 10 كاملة عندما كنت في نهاية المرحلة الثانوية، والحمد لله. وقرأت كتابا اسمه فتح الكبير المتعال في إعراب القصائد 10 الطوال للشيخ محمد علي طه الدرة. قرأت في العطلة الصيفية بين الثانوية وبين الجامعة. طيب، أبرز مطالع المعلقات دكتور؟ والله أبرز مطالع المعلقات التي بقيت في وجداني هي مطلع قصيدة الأعشى، عندما يصف محبوبته هريرة وأنه حزين لفراقها، ويصف جمالها أنها بيضاء وطويلة وسمينة، عندما يقول يصف مشهد الرحيل: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، هركولة هركولة فنق درم مرافقها، كأن أخمصها بالشوك منتعل. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة. أستاذ اسمح لي أن أقول لك شيئا، انظر إلى هذه الصورة، كأن أخمصها بالشوك منتعل. أنا أتعجب من هذه الصورة، كأن هريرة في مشيتها ترقص الباليه،
تمشي على رؤوس أصابعها برقصة رومانسية أخذت بلب الأعشاب. صورة شعرية رائعة، نعم. أضف إلى ذلك هركولة فنق ضرب من مرافقها، هي سمينة بدينة ممتلئة ربما تتعجب، فالعرب كغيرهم من الحضارات القديمة كانوا يعشقون المرأة البدينة الممتلئة ويكتبون لها القصائد ويتغنون بها، حتى عند الزواج كانوا يفضلون البدينة الممتلئة ويظنون أنها الولود وأنها رمز الخير. سأعود إليك دكتور عذرا لأن الوقت لن يكفي لبقية الأسئلة، وهنا دكتور حمدي أيضا سيختصر. هل وقع خطأ نحوي دكتور حمدي في الشعر الجاهلي؟ الشعر الجاهلي حجة في اللغة، والشعراء الجاهليون إذا قالوا شيئا أتى العلماء والنحاة خصوصا وتأولوا هذا الأمر. فمما تكلم فيه العلماء ظاهرة تسمى بظاهرة الإقواء، يعني معروف بأن الروي اللي هو الحرف الأخير من البيت يأتي مثلا لو كان مرفوعا كل أبيات القصيدة تكون مرفوعة، رويها يكون مرفوعا، ولا يأتي بيتا فيه الروي مرفوع والآخر يكون فيه الروي مجرورا مثلا. لكن وقع هذا الأمر في العصر الجاهلي، يعني مثلا النابغة الذبياني في قصيدته التي تبدأ من آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي، دي هذا روي دي مكسورة. كاس مكسور، نعم. يعني لا مرحبا أبدا ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي مكسور، نعم. يقول قبل هذا البيت زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود. لكن هناك رواية أنا قرأتها وبذلك تنعاب الغراب الأسود، هذا أتوا بها يعني ليخرجوا هذا أو قالوا يعني عندما دخل المدينة وكان في شعره إقواء فأوحوا إلى جارية لتغني بهذا الشعر وتمد، فتنبه لهذا الأمر فغير قصيدته أو غير هذا يعني يعد عيبا، هذا في عيبا يعد عيبا يعني. ومن العلماء من قال بأن هذا خطأ في النحو، ومنهم قال بأنه خطأ في الموسيقى. قالوا كيف يخطئ الشاعر في الموسيقى؟ الشاعر يهتم بالموسيقى أكثر من اللغة. نعم، للأسف الوقت قليل، نحاول أن نختصر أيضا دكتور سليمان لكي نفي بكل الأسئلة، يعني ما مستويات النقد في العصر الجاهلي؟ أستاذ نصير، في الحقيقة كان عند العرب في العصر الجاهلي حياة أدبية ونقدية نشطة جدا. عندهم مثلا كان عندهم أسواق أدبية لها تشهد مواسم ثقافية، مثلا عندك كما تعلم سوق عقاظ والمجنة وذو المجاز والمربد في البصرة أيضا، كان يعني سأقول سأشبه لك هذه الأسواق بالمونديال. كيف الآن نشهد مثلا كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، صحيح. والجمهور يشجعون، نفس الشيء كان يجتمع الشعراء والناس، كل شاعر له محبوه له أنصاره له من يتعصب له وينتصر له. مثلا يروى أنه في سوق عكاظ كانت تنصب خيمة للشاعر النابغة الذبياني، كان رجلا كبيرا حكيما شاعرا، يأتي إليه الشعراء يتجمعون حوله، كل شاعر ينشد قصيدته ثم يحتكمون إليه، كل واحد يبتغي منهم أن يفوز بالصدارة. يعني هو الناقد. هو الناقد، نحن نتكلم عن الناقد. مرة يروى أنه جاء إليه مجموع من الشعراء، كان بينهم سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكما تعلم حسان بن ثابت رضي الله عنه عاش 120 عاما، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، صحيح. لذا يكون من الشعراء المخضرمين. جاء حسان وألقى قصيدته كما ألقى غيره كثير من الشعراء، وبعد ذلك جاءت الخنساء وألقت قصيدتها على النابغة، قصيدتها التي تقول فيها ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لوالينا وسيدنا إلى آخره. فماذا قال النابغة؟ تعرف ماذا قال؟ نعم. والله والله لولا أن أبا بصير أنشدني لقلت إنك أشعر الإنس والجن. الله، يقصد أبا بصير الميمون الأعشى؟ نعم، يقصد الأعشى، ولكن انظر إلى هذا الكلام الخطير.
والله لولا أن أبا بصير أنشدني لقلت إنك أشعر الجن والإنس. إذن الذين أنشدوه بين الأعشى وبين الخنساء كأنه ما رآهم. وهي الخنساء أيضا نقدت سيدنا حسان يعني. والله الرواية مختلفة حتى يعني هنا يقال إن سيدنا حسان بن ثابت بعفوان الشباب غضب وقال للنابغة لأنا أشعر منك ومن أبيك. طبعا أبو النابغة لم يكن شاعرا ولكن تعرف للمبادرة. فرد عليه النابغة بهدوء وقال له وفيما ذاك يا ابن أخي؟ نعم. حيث تقول ماذا؟ بقيت الدكتور دقيقتان أعتذر منك. نعم سأعود إليك في آخر سؤال ولكن دقيقة واحدة فقط مع الدكتور حمدي وأعود في آخر دقيقة. دكتور حمدي نلخص موضوع الضرورة الشعرية والرواية بدقيقة. نعم. وقعت في الشعر بعض الأمور المخالفة للقواعد الإعرابية وهذا خرجها العلماء على أنها ضرورة شعرية وهذه الضرورة تكون في الشعر ولا تكون في النثر. يعني مثلا قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي. يأتيك بعد لم. الأصل لم تجزم الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف العلة لكن هنا يأتيك. فقالوا بأنها ضرورة شعرية حتى يتم الوزن. ألم يأتيك والأنباء تنمي مفاعلة مفاعلة فعول الوافر. فحتى يكون على هذا الوزن. ومن العلماء من قال بأن هذه الضرورات ما هي إلا أمور لهجية ولذا قالوا بأن الفعل المضارع المعتل الآخر على بعض لغات العربي يجزم بالسكون المقدر. ووردت على ذلك قراءات قرآنية لكن الضرورة عفوا محدودة الضرورة يعني مثلا صرف الممنوع. نعم. يعني ليس محدودة. كما اليوم الشعراء لا في القديم كانت قليلة جدا. نعم. لا الآن لأنهم لا يجيدون العربية ولا الشعر. نعم. إلا ما ندر طبعا فيه شعراء مجيدون. لكن في القديم كانوا من الشعراء المطبوعين ومن الذين تسعفهم السليقة أن يقول الإنسان مباشرة القصيدة كاملة فيها حكم بالغة. الرواية عفوا دكتور. الرواية تميز الشعر الجاهلي أيضا برواية الشعر. نعم. يعني مثلا أوس ابن حجر كان راويه زهير بن أبي سلمة وزهير بن أبي سلمة يعني له كعب بن زهير وله الحطيئة والحطيئة له وهكذا. فكان الشعراء لهم رواتهم الذين يحفظون عنهم أشعارهم ويروونها لمن بعدهم. وكانت أيضا هذه الأشعار منهم من يكتبها فكانت الرواية الشفوية موجودة وكانت الكتابة موجودة أيضا في العصر الجاهلي. نعم. ولذلك حفظ لنا الشعر الجاهلي بالرواية الشفوية أو الشفهية أولا وهي في القمة والأمر الثاني بالكتابة ويسمونها عبيد الشعر. نعم. نعم دكتور للأسف آخر دقيقة معك دكتور سليمان تختصر لنا الموضوع يعني هل استطاع الشعر الجاهلي أن يعكس أخلاق العرب وعاداتهم في تلك الحقبة المهمة؟ أستاذ هناك بعض المؤرخين أو الكتاب بحسن نية وبدافع ديني يحاولون أن يرسموا صورة قاتمة قبيحة للعصر الجاهلي ليبينوا فضل الإسلام على العرب. لا شك بأن الإسلام له فضل كبير على العرب وعلى غير العرب. عندما جاءت الرسالة الإلهية على يد سيدنا محمد كانت كل الأمم في ظلام ولكن هناك أشياء مشرقة في العصر الجاهلي. مثلا كان عندهم حلف الفضول وهو لنصرة المظلومين. مثلا عندما الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة من النساء قال لهم ألا تشركنا وألا تسرقنا وألا تزنين ماذا قالت له هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله. عقلها لم يصدق مثل هذه الفكرة. أيضا أنا مثلا مرة جلست مع مستشرق إيطالي تعرف ماذا يقول لي؟ من أجمل ما أعجبني في الأدب الجاهلي هو المثل الذي يقول تجوع الحرة ولا تأكل وثديا. نعم. الفكرة أن الشعر الجاهلي عكس لنا الأخلاق العربية من الكرم من الشجاعة من الحياء من العفة من غير ذلك. أنا سأعطيك أمثلة على العفة فقط التي نفتقدها في زماننا. مثلا لأن العرب كانوا يترفعون عن النظر إلى محارم جيرانهم ويفتخرون بصيانة أعراضهم ماذا يقول عنترة؟ وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة الجاهلي. وماذا يقول حاتم الطائي؟
وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي يجاورني ألا يكون له ستر بعيني عن جارات قومي غفلة وفي السمع مني عن حديثه عن حديثهم وقر. مكارم الأخلاق. نعم. الخنساء عندما رثت أخاها صخرا تعرف ماذا تقول؟ تقول لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار. إذن العرب كان عندهم الأخلاق والفضيلة وكانوا أفضل من كثير من الأمم. نعم. كان عندهم كثير من المساوئ ولكن إذا قيست بغيرهم من الأمم كان أفضل حالا من كثير من الأمم. لذلك جاء رسول الله ليتم مكارم الأخلاق. في ختام فقرة عليه الصلاة والسلام في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا إذن عبر سكايب من الدوحة الدكتور سليمان العميرات أستاذ الأدب العربي بجامعة قطر. أما الآن مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لك دكتور مع السلامة. شكرا. حياكم الله. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة من الذاكرة ومشهد الليل عند الشعراء. إن يقل بعدك ليلي فلكم بدت أشكو قصر الليل معك. إن يطل بعدك ليلي إن يطل ليلي ليل هنا فاعل وهو مضاف والياء مضاف إليه. بدت أشكو قصر الليل قصر الليل قصر مضاف والليل مضاف إليه. أتدرون ما اكتشفت؟ تفضلي يا أنسة إعراب. اكتشفت أن أصعب ليل أعربناه في هذه الليلة هو ليل امرئ القيس وليل كموج البحر. الواو وغربة ليل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا وليل وليل كموج البحر. الواو واو ربا ليل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. إذا فماذا تقول بأعراب ليل النابغة؟ كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب وليل أقاسيه. هذه إعرابها سهل جدا. الواو وربا ليل مبتدأ. كنت واثقا من أنه سيقع في الخطأ. أنا أشرح لك المسألة. كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل الواو حرف عطف. كليني لهم وليل. الواو حرف عطف. إذا ليل معطوف على هم. أهكذا تركتها تصنع بك ما صنعت؟ وماذا صنعت؟ لا أسأل الله تغييرا لما صنعت. نامت وإن أسهرت عيني عيناها. فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها. الله الله الله. أهلا بك من جديد بكم مشاهدينا الكرام في لسان العرب. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوانها هذا الأسبوع مناسبات آيات الحج في سورة البقرة. إذن دكتور حمدي نبدأ بمحور سورة البقرة. يعني ما محور سورة البقرة دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة سورة البقرة من أطول السور. بدأ نزولها في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. نزلت آخر آية من القرآن الكريم. هذه السورة مع طولها تدور حول مقصود واحد أو حول موضوع واحد، يعني يكاد يتفق عليه جمهور المعاصرين، وهو الخلافة في الأرض ومقوماتها وأهلها. الموضوع العام لسورة البقرة
الخلافة في الأرض ومقوماتها وأهلها، وبأسلوب آخر منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه ومن أقاموه. منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه ومن أقاموه. هذا هو الموضوع العام للسورة، وهذا يتناسب مع السورة لأن السورة كانت في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقيم دولة، وكان لابد أن يتسلم الراية ممن أضاعوا الخلافة وهم بنو إسرائيل أهل الكتاب الذين أضاعوا الخلافة، فكان لابد أن يتسلم الراية النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم أمته بعد ذلك من هؤلاء الذين غيروا وبدلوا. نعم. طيب ما الضابط الذي يعرف به مناسبة الآية أو الآيات؟ في الحقيقة العلماء وضعوا عدة ضوابط كنا ذكرنا منها شيئا. السيوطي يوضح أمرا جيدا، يقول بالنسبة لذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط بتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى. يعني لو ضربت مثالا، مثلا في الآيات في أول سورة البقرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تكلم عن موضوع واحد والارتباط واضح. نعم نعم. وإما أن يكون غير واضح فلا بد من دعامة تؤذن بهذا الأمر، وتكلمنا في حلقة سابقة عن موضوع العطف. فالعطف بين الآيات رابط، لأنه إما أن يكون بين متقابلين مثل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور إلى آخره. فإن لم تكن معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام. هذه الدعامة إما التنظير، يعني قصة شبيهة بقصة، هذا يعني التنظير. التنظير لها نظير، يعني النظير. نعم نعم. فيعني مثلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بعد قوله أولئك هم المؤمنون حقا. طبعا هذه علاقتها بما قبلها، المسلمون أو الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا في غزوة بدر كانوا كارهين، خرجوا لطلب العير فأراد الله النفير. نعم. كذلك هذه مثل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وعدم رضاهم بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للأنفال في بادئ الأمر، مناسبة للقصة، قصة تشابه قصة. نعم. كانت نهاية النفير. نعم. النصر والعزة. نعم. وكذلك ستكون نهاية هذه مثل هذه. طيب دكتور سنكمل. نعم. ولكن اسمح لنا الآن مشاهدينا نتوقف مع فقرة صحيح القول وفروق دلالية في جزئها العاشر، عنوانها اكسر ولا تضم. فروق دلالية، اكسر ولا تضم، خذلان لا خذلان. يخطئ بعضهم فيقول خذلان بضم الخاء، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول خذلان بكسر الخاء، مصدر للفعل خذل، خذله يخذله خذلا وخذلانا، وهو تركك نصرة أخيك وعونه، والخاذل ضد الناصر. فقل إذن خذلان بكسر أوله، ولا تقل خذلان بضم أوله. حضن لا حضن. يغلب على اللسان العربي قول حضن بضم الحاء، مثل قولهم حضن الوطن أو حضن الأم، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول حضن بكسر الحاء، فنقول حضن الوطن أو حضن الأم بكسر الحاء. مريخ لا مريخ. يخطئ بعضهم فيقول للكوكب المعروف كوكب المريخ بفتح الميم،
وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول كوكب المريخ بكسر الميم، وثور أمرخ به نقط بيض وحمر، ولذلك يوصف المريخ بالكوكب الأحمر نسبة إلى لونه المائل إلى الحمرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ما زلنا في فقرة البيان القرآني. موضوعنا هذا الأسبوع مناسبات آيات الحج في سورة البقرة. دكتور، كنا نتحدث ما زلنا في الضابط الذي يعرف به مناسبة الآية أو الآيات. نعم. تفضل. بعد ذلك، بعد التنظير المضادة، يعني في أول البقرة تكلم القرآن الكريم عن صفات المتقين. نعم. بعدما انتهت صفات المتقين بدأ في الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبضدها تتبين الأشياء. هكذا يعني المتقون الكافرون، صفات المتقين صفات الكافرين، وبعد ذلك المنافقين. فتجد هذه مناسبات على أنها أضداد، يعني النوعان الثاني والثالث الكافرون والمنافقون ضد المتقين. نعم. وهي كثيرة في القرآن، هذه كثير جدا. نعم. والأشياء في القرآن الكريم تجدها على هذا الأمر مترابطة. نعم. أما دكتور الاستطراد، تكمل الاستطراد. الاستطراد. نعم. الاستطراد كما يقول هو الخروج من معنى إلى معنى. ومثل قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية يقول فيها الزمخشري: واردة على سبيل الاستطراد. لأن فيها خروج عقيب عقيب يعني عقب يعني بعد. نعم. ذكر بدو يعني ظهور. السوآت وخصف الورق عليها على السوآت يعني. نعم. وإظهارا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. استطراد لما قبلها يعني. استطراد لما قبلها. نعم. هكذا. نعم. بيان النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان من هذا الأمر، من هذا الستر، من هذه الأمور التي تمنع عنه. دكتور، بقيت دقيقتان. ما مناسبة قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت ويعتمر إلى آخر الآية. تمام. يعني هذه الآية تبدأ الآيات من 142 إلى 169 من أول: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم. هذه الآيات تتحدث عن تحويل القبلة. وتحويل القبلة معناه تحويل الإمامة. تحويل الخلافة. لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس. بيت المقدس حيث بنو إسرائيل. صحيح. فعندما تحولت إلى الكعبة تحولت إلى قبلة إبراهيم. الأب الأعلى. نعم. لكل الأنبياء. طبعا يعد أبا الأنبياء لأن أغلب الأنبياء من أبينا إبراهيم عليه السلام. صحيح. من سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. فتحويلها إلى الكعبة معناها تحويل الإمامة والخلافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأيضا أتت بأن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قبلها كانت الآيات فيها ابتلاء، فيها مشقة، فيها تعب، فيها أمور تبين أن موضوع الحج أيضا فيه تعب، فيه مشقة، فيه ابتلاء، فلا بد. هناك مناسبة. مناسبة. نعم. في نصف دقيقة دكتور ونختم، ما مناسبة قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج؟ نعم. هذه الآية قبلها كانت آيات الصيام. وآيات الصيام تعتمد على الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهنا أتت هذه الآية تتكلم عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لأفعال الناس، لأعمال الناس، لعبادات الناس وللحج. لأن الحج أيضا له أشهر معلومة. الحج أشهر معلومات، اللي هو شوال وذو القعدة، وهذا متفق عليهما. وذو الحجة كاملا عند المالكية. 9 أيام
عند الشافعية، 10 أيام من ذي الحجة عند الحنفية. نعم. فهنا كل هذا يتبين ويتحدد عن طريق الهلال. نعم. فهي كلها مناسبات. كلها مناسبات. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جاليسون التركية، شكرا جزيلا لكم دكتور. بارك الله فيكم. وفيك ربي بارك. مسك الختام سيكون مشاهدينا الكرام مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع عبد القاهر الجرجاني مؤسس علم البلاغة. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله. عبد القاهر الجرجاني مؤسس علم البلاغة. هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، فارسي الأصل، جرجاني الدار، لأسرة رقيقة الحال، عاش في جرجان وتعلم فيها دون أن ينتقل لغيرها. عوضه الله بعالمين كبيرين كانا يعيشان في جرجان، هما أبو الحسين عبد الوارث الفارسي النحوي، والقاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني. منزلته العلمية نابغة البلغاء والفصحاء من أكابر النحويين وأول من دون علم المعاني، ويعد المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة وواضع أصوله، وهو صاحب نظرية النظم وملخصها توخي معاني النحو في معاني الكلم أساساً لفهم فضيلة الكلام وبلاغته ولفهم إعجاز كتاب الله. من أقواله: الألفاظ خدم للمعاني، الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات، يكون اللفظ فصيحاً من أجل مزية تقع في معناه لا من أجل جرسه وصداه. ترك للمكتبة العربية والإنسانية مؤلفات فريدة، ويعد كتاباه دلائل الإعجاز، وفيه عرض نظرية النظم، وكتاب أسرار البلاغة من أهم الكتب في علم البلاغة لبيان إعجاز القرآن الكريم، وترك آثاراً مهمة في الشعر والأدب والنحو وعلوم القرآن، من ذلك ديوان في الشعر وكتب عدة نذكر منها الإيضاح والمقتصد في شرح الإيضاح، وكتاب الجمل في النحو، وفي التصريف كتاب العمد. توفي الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله بجرجان سنة 471 هجرية.